بعد 6 عقود من مقتل عشرات الجزائريين على أيدي الشرطة الفرنسية في عام 1961 في ليلة تذكر أحداثها بأنها دموية، ليلة 17 أكتوبر، حيث تحيي هذه الجالية الجزائرية هنا في فرنسا هذه الذكرى الأليمة من خلال هذه التظاهرة التي انطلقت من تقريبا سينما ريكس، وهو المكان الذي له رمزية، فهو المكان الذي صور فيه أكوام من الجثث في 17 أكتوبر وعرضت أيضا في هذه السينما. المصور الفوتوغرافي جورج هو الذي قام بتصوير هذه الصورة ونشرها في أعماله في الإنسانية. طبعا عرضت هذه الأعمال التي تخص المجزرة في السينما، وهي الآن هذه المظاهرة التي وصلت لتوها إلى سان ميشيل وهو الجسر، حيث ألقت الشرطة الفرنسية بجزائريين في نهر السن. طبعا يطالب المنظمون وأيضا المحتجون اليوم في تسليط الضوء على أحداث مختلفة مرتبطة بهذه المجزرة التي وقعت في الأشهر الأخيرة من الحرب الجزائرية. فيما يتعلق بما حدث لألف جزائري طردوا من فرنسا بعد اعتقالهم في باريس في تلك الليلة، ليلة 17، توجه أكثر من 25,000 رجل وامرأة وطفل إلى نقاط تجمع مختلفة، ولكن القمع كان وحشيا وعنيفا ودمويا، وتم القبض على قرابة 12,000 جزائري نقلوا إلى مراكز الفرز، بالإضافة إلى العديد من الجرحى والقتلى، وألقيت جثثهم في نهر السن، ولم يعثر العديد من العائلات على رفات أحبابهم الذين اختفوا في تلك الليلة. طبعا بعد 60 عام يخرج الرئيس الفرنسي ولأول مرة كرئيس دولة فرنسي ليعترف بهذه الجريمة، وحيث أنه البارحة كان موجودا في جسر بوزون، حيث أيضا هذه الذكرى الأليمة حينما ألقى الشرطة الفرنسية بجثث الجزائريين في ذلك النهر، تم وضع إكليل زهور ودقيقة صمت واعتراف بالوقائع. قالها الرئيس إيمانويل ماكرون لأول مرة أن الجرائم بحق الجزائريين لا تغتفر.